يقول تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نرجو شرح هذه الآيات، وخاصة في هذه الأيام التي قد كثر فيها الوساوس والتشدد في أمور الطهارة والصلاة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى التيمم بالتراب عند عدم الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى، ذكر التيمم بالتراب عن الوضوء والتيمم بالتراب عن الغسل للجنابة أو للحدث الأكبر، صار هذا تسهيلا من الله عز وجل ورفعا للحرج عن هذه الأمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي، وذكر منها: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. وأما التشدد فلا يجوز، ما يجوز للإنسان يتشدد، هذا هو الغلو. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو التشدد في العبادة والمشقة على النفس أكثر مما تتحمل.